زلنا نتابع من الأوضاع المحلية، حيث التقى محافظ القليوبية أيمن عطية بعدد من المواطنين من أبناء مركز ومدينة شبين القناطر والخنكة والخصوص، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته الأسبوعية، حيث وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية لعدد من المواطنين بمركز شبين القناطر والخنكة لديهم أبناء من ذوي الهمم مراعاة لظروفهما الصحية، كما وجه بسرعة فتح دار مناسبات بقرية سرياء بالخنكة لخدمة أبناء القرية.